أي إنسان في الدنيا أنت بتشوف منه الظاهر بس، كل إنسان بيبقى شايل جواه حاجات ما ينفعش يطلعها، وورا الكواليس حاجات كتير جدا أنت ما تعرفش عنها حاجة. يعني اللي شفته بيرقص في فرح وكان شكله مبسوط، واللي قابلته قاعد في كافيه غالي، واللي شفته راكب عربية أحدث موديل، كل دول حياتهم مش وردي لأنهم مش علقوا يافطة كبيرة على صدرهم ويقولوا في إحنا تعبانين وعندنا أزمات. أنت بتشوف بس الجزء اللي يناسبك، لأن الكل مقام المقال. محدش هيجي يعيط في حفلة ولا حد هيشتكي في فرح، هما بيعملوا الحاجة اللي بتناسب المكان اللي هما فيه، وده مش معناه أبداً إن حياتهم ماشية كويس طول الوقت. لو بصينا للناس من الزاوية الصغيرة دي هنرضى على حالنا، مش هنحسد حد، وهنعرف إن كل واحد جواه هم قد البحر، مشاكل وهموم وضغط الحياة ما بيرحمش، ومحدش بيبين لحد حاجة. فأنت لازم تفهم إن العالم اللي أنت شايفه ده مش حقيقي، في عالم تاني ورا كل باب مقفول على أصحابه، في عالم تاني مخفي جوه قلب كل واحد. فلو بصينا بالشكل ده وفهمنا المعنى الحقيقي هنرتاح والله. عارفين هنرتاح ليه؟ لأننا هنعرف إن الدنيا مش مستقرة، والكل واخد من الحياة حتة الشقة. أنت مش مرتاح وغيرك برضه مش مرتاح، لكن أنت مش عايش معاه في كواليسه، أنت مش جوه منه علشان تعرف تفاصيله. يبقى تحمد ربك، تحمده على اللي أنت فيه، وتدعي لغيرك إن ربنا ينقذه من كل شر وهم، وتعرف إن الصورة اللي أنت شايفها دي مش كاملة، الصورة ناقصة في الدنيا وهتفضل ناقصة، وهتفضل برضه تشوف منها الجزء الصغير. فبالله عليك اوعى تحكم على الناس من الجزء ده، ولا إنك تاخد قرار على المظهر والشكل العام. ده اللي جوه الناس بلاوي والله، واللي محفور في الصدور لو شفته هتعرف إنك مش لوحدك اللي بتعاني، وهتحمد ربك ألف مرة على حالك، وهتعرف إنك واخد الـ24 إيراد بتوعك كاملين مش ناقصين حتة. شكرا ليكم وإلى اللقاء.